كيف رح يكون جو العقرب بالأسبوع الثالث من شهر كانون الثاني جانوري يناير 2024؟ عزيزي، استعين بحدسك وسرعة تفكيرك لتلاقي حل بهالوقت. الحدس يمكن يدلك على خيار عاطفي بين التنين والتلاتة، أو على حل مالي. بتشعر بتفاهم عفوي مع أحد يلي بتتعرف عليهم، أو بتكون لإله سطوة عليك وعلى قراراتك، فبيقنعك بشيء أنت يمكن مش شايفه مناسب، يمكن لسبب عاطفي، يمكن القلب هو يلي عم بيضعفك. ما بعرف إذا كان العقرب بيقدر إنه القلب يضعفه، بس الآخرين يمكن مش قادرين يجيبوك أو يقرعوك بالحجج أثناء جدل معين بيتعلق إما بهالأمر أو بشيء آخر بين الأربعاء والخميس. أنت بتقدم حجج إثباتات، بتكون كتير متحمس تستقل برأيك عن بعض يلي بتشتغل معهم على مشروع واحد، كأنك بدك تفرض رأيك أنت، وبتلاقي أنه لازم تكون هذه الآراء وهذه القرارات هي يلي لازم تتفعل. بهاليومين يعني أربعة وخميس بيحللك اللقاء مع حدا بتحبه وتمضي وقت ممتع، بس تكون حذر جدا بين الجمعة 19 والسبت 20. لازم تتوارى عن الأنظار بهاليومين إذا فيك، حتى تبتعد عن أي مجابهة. بدي أقول لك شي، هول يومين من أسوأ أيام الشهر، ربما الكواكب معاكسة فيها جدا، ويمكن تضطر أنك تقدم تنازلات وتقبل تسويات ابتداء من يوم الأحد.